السلام عليكم اخواتي، دايرين صافا لاباس عليكم؟ كلشي مزيان نهاركم مبروك. اليوم كيما شفتو جينا لكم في فيديو جديد. نهار جي كيفاش كديرو انت كتخلطو الصباغه المائيه بما يسمى بالفينيل؟ كيما كتشوفو دابا اللوين راه ابيض، كيما شفتو الكاوتش راه كيكون ابيض اصلا. كتزيد عليه واحد شويه ديال الماء، فهمتي؟ كتزيد عليه واحد شويه ديال الماء حتى كيكون تقريبا ما جاري ما نقص، كيكون ما بينه وبين. من بعد كنخلطو مع على التانك ديال الماء. انا دابا ندير هاد اللوين على حساب من ضرب خيال لهاد الصاله. من بعد ان شاء الله نوريكم الطريقه ديال الخيال الفيديو الثاني ان شاء الله. دابا شي مقيطه صغيره بحال هكا تقريبا. كنخلطوها بالبانسو، اما تخلط بليد بليد من تحت احسن بحال هكا باش داك التانت تقاد مزيان مع الكاوتش. تخلط مزيان بحال هكا. علاش كنخلطو غير اليد؟ كتخلط ديال اليد مزيان حيت الكاوتش ما عادش غير مضر لليدين، فهمتي؟ الكاوتش غير مضر لليدين، ماشي مشكل واخا خلطنا. ولا عندنا شي صلا اخر كنخوص بها من نص لنص كما انا نقول الطريقه دابا ديالي. شحال من طريقه ديال الخلط كاينه؟ ماشي واحده، ولكن كل واحد كيفاش كيخلط الصباغه ديالو. تقريبا راه كلشي كيعرف، ولكن كاين سبحان الله هذا اللي كيعرف، ماشي كلشي كيعرف. نفسر لكم باش كلشي عارف كيفاش. إلا الطريقة هادي حتى هي مزيان، كتخلط لاتانك مع السباغة مزيان كيما تخلط مع لاتانت مزيان. علاش؟ ملي نجو نطبقوها الحائط ان شاء الله ما تخرجش ليك بلاصه باينه ولا شي سطر فيه الكولور مجهده وبلاصه فيها الكولور ناقص. خص الكولور يجي كلشي مريبل، ما يكونش جوج الوان. حيت دابا الا ما خلطتوش الصباغه مزيان مع لاتانت ديالها كيدير لكم واحد المشكل كبير. كنهضر انا بالنسبه للمبتدئين اللي بلا حريفيه ولا هادشي، راه ما كنهضروش معاهم، كنهضر حنا مع المبتدئين. بالنسبه للحيط ملي كتجي كتضربو الطريقة بالرولو ديال كل المسائل ديال كيخلي لك بلاصة باينة وبلاصة ما بيناش، بلاصة فيها الكولور مجهد وبلاصة فيها الكولور ناقص. اللهم الصباغة هي التخليطة، تخلط مزيان عاد نجيو إن شاء الله من هنا لواحد الشوية نوريكم التطبيق ديال الصباغة ديالنا كيفاش كنطبقوها على الحائط. كنهضرو دابا على الصباغة المائية، الصباغة الزيتية إن شاء الله من بعد. يلا من هنا لواحد الشوية نخوض. المهم الخوت كيفما شفتو قبيلة راه خلطنا الصباغة ديالنا، دابا إن شاء الله جا الوقت خاصك تطبقوها على الحائط. كما كتعرفوا الحائط الا كان جديد باقي مرطوب ما فيها باس نذكركم شويه داكشي اللي فات. الحائط كما قلنا الا كان مرطوب كنضربوا ليه قاعد الحرج ديالو وكنحكوه مزيان. قاعد الحرج كنحكوه مزيان، قاعد الحرج مزيان مزيان من 40 حتى كيتفينا. من بعد كنجيب واحد الشطابه كنشطبوه من دوك الحبيبات ديال الرمله اللي كيكونوا فيه تقريبا. من بعد كنجيو كنطبقوا كوش ديال الكاوتش يكون خفيف يكون جاري. علاش كنطبقو البروموسيون ديالنا كتسمى البروموسيون ديال الكاوتش هادي؟ علاش كنطبقوها هي الاولى؟ كنطبقوها هي الاولى ملي كنجيو كنضربو لها الدوي ديالنا ما كيبقاوش عندنا دوك الحجرات الصغار في الحيط، ما كيبقاوش نهائيا دوك الحجرات الصغار في الحيط. المهم كيما شفتو عندنا كوش نحكو الحيط مزيان بروموسيون ديال الكاوتش، عندك دوكوش ديالنا الدوي
كيتحك لها الدواء مزيان بقى حيت الزيرو 220 ولا 180 كنحكوا لها الدواء ديالنا مزيان ما كيبقاش فيها الحفاره نهائيا ولا الجراحه كيتحك مزيان كيعاود يتشطب من بعد كنضربوا على التليفون قلنا له كوش كتكون المجاريه ما تقيلها كوش على التاني ديال الكواتشو عاد من بعد ان شاء الله كنشكون نطبقوا الصباغه ديالنا كيف ما شفتوا دابا غادي نبداو لكم من الفوق من الاحسن نبداو من الفوق الا كان عندكم الفاكس ديال الان ماشي بلافون من الاحسن تضربوا هو اللي هو الكبير كيدير الكواتشو تضربوا عاد ان شاء الله يطلع حيوطه شوفوا شوفوا معنا دابا الطريقه ديال الحيوطه كيفاش شتيتها كيما كتعرفوا شتيتها كيما كتعرفوا هذا تسال مزيان من بعد نجيو القطعه القطعه ديالنا يعني هي اللي ما كنقولها في الميسر شتيتها كتساس الخوت مزيان كتساس مزيان على حساب باش ما تقطرش ليكم في الارض من بعد نقطع هي اللي مهمة اخويا انا نقطع هي كلشي من بعد الريف ديالنا حتى هو كنعمر وكنعاود نسوسو كيتساس كنسوسو مزيان فوق الكرياج عاد كنطبقو ونهملو السيدة ديالنا اللي مكانتش بزاف ان شاء الله يكونش مزيان الخوت الكليسة مزيان الصباغة ديما كنكليسوها الخوت مزيان الرمل ديالنا في الكليسة مكليسين فيه الصباغة مزيان المهم الخوت هو القطعة القطعة ديال البلافو القطعة ديال البلافو ديما تجيبوها مريقلة القطعة ديال البلافو نعاودها تاني القطعة ديالي باش نبينو مزيان هنا الخوت ديما كتبداو من الليسر نبقاو غاديين معاها معصرنيش انا نخوضها تقدر تبداو من اليمين والله من الليسر المهم الطريقه فين كترتاح انتوما فهمتوا الطريقه فين كترتاح من بعد كتكنسا الصباغة كتكنسا كتكنسيوها مزيان عاود حتى ما تبقاش تبقاش لكم دوك الوقت ديال الصباغة اللي كتكنسا مزيان كيجي بحال فيني الدورة ديال الصالة كاملة الدورة ديال البيت ولا الصالة اللي عندكم كتبقاو غادي بهاد الطريقة هادي كضربو لفوق عاد كنزلو لتحت ما تبداوش من تحت عاد لفوق إلا بديتو من تحت ملي غتجيو تطبقو الصباغة ديالكم من الفوق طيح عليكم المقطع وتدافع عليكم النقاط ديال الصباغة فوق فوق الصباغة اللي درتو الله مور من الفوق هاد النقطة اللي طاحت طيح عليكم من تحت ماشي مشكلة تعاودو تحكوها ولا تعاودو تحيدوها المهم ديما من الفوق الخوت كتبداو بالقطعة ديالكم من بعد الرولو كتليسيو مزيان الصباغة شنو كتليسيو كتقربلو مزيان في الحيط هكا اللي مكيعرفش شنو هي كليسي في
حكر له مزيان وحيد ذلك تبت فينا السبعه ديالو ما كيبقوش العلوم نهائيا. المهم دابا غادي نجيو نوريكم بهاد الطريقه ديال البحث. الطريقه ديال البحث راه باينه وساهله، تسوسو ديال تسوسو الشيله ديالكم مزيان من بعد من الأحسن أخوي تبريد ديرو على السكوتش باش ما تجلخوها، من الأحسن من الأحسن. أنا ما عنديش مشكلة، أنا ما عرفتش نجلخها بزاف. المهم من الأحسن ديرو على السكوتش ديالنا، ديرو على السكوتش ديالنا عاد نطبقو فيهم السيبا كيما كتشوفو. كنبدلو هاد السيستيم هادو، كنديرو من هاد القنت عاد كنزو مع الفليتا، كنزو مع الفليتا وبيسا ديالنا مضروبة عاد من بعد كنجهدو ليه عاوتاني. هنا الرمي ديالنا كنشارجيوش، ما كنشارجيوش بزاف باش ما يتكثر لينا في الارض، كنشارجيوش كنسوسو مزيان وكنضربو السبعة ديالنا. لا أخو ديما كتليسا كتفكر ليا مزيان مع الخير. الخلاصة ديال الزدو ديما هكا هاد لي بغات تكتب الخلاصة ديال الزدو الصباغة ديما كتليسا. دابا المهمة ديال المسألة ديال الصباع بحال هاد الشكل كتبقاو غادي معاه، كتبقاو غادي مع الصالة ديالك حتى كتكملو، كتبداو من الفوق نزلو لتحت وتبقاو غادي سارحين مع الصالة ولا مع اليمين. المهم دابا كتشوفو شي سالفة اللي عندكم بحال هكا كتشدوها كتسكوتشيوها، كديرو لها السكوتش الميكا والسكوتش ديالها باش ما توسخ ليكم ولا تجلق ولا شي حاجة. هاد الطريقة راه سهلة وبسيطة، أي واحد يقدر يديرها أي واحد. يلا المهم الخوت بارك الله عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد بحول الله والى اللقاء.